إذا نتحدث أكثر عن ما يجري من دبي الآن، رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب رائد الخضر، مرحبا بك. رأيك رائد بما يقوم به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ يعني يتكرر السيناريو مرة ثانية فيما يتعلق بالدفاع من قبل دونالد ترامب على صناعات معينة داخل الولايات المتحدة الأمريكية لصالح صناعات أكبر قد تهدد وظائف بشكل أكبر. يعني على سبيل المثال، كما كانت التعريف الجمركية وزيادتها بالنسبة للصلب لدعم بعض الصناعات المحلية أو صناعة الصلب المحلية، الآن فيما يتعلق بالمتاجر ومتاجر التجزئة وكذلك التجارة عبر الانترنت التي هي أصبحت أكثر رواجا إجمالا. طبعا طريقة المعالجة، طريقة الطروحات دونالد ترامب تسبب توتر في الأسواق لصعوبة قراءة القراءة المستقبلية لحركة السوق، وطالما الوضع على هذا المنوال فسوف نشهد volatility بشكل أكبر وتذبذب بشكل أكبر، والعودة تكون أبطأ للمستويات. صحيح يكون هناك عودة ولكن أبطأ نسبيا، تماما كما حدث مؤخرا بما يتعلق بالحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية وخفت التوتر بعض الشيء، لكن السوق أبطأ في عملية التعافي. طيب، عظيم جدا. قطاع التكنولوجيا في وول ستريت خلال أسبوعين فقط نحن عم نتراجع بحوالي نصف تريليون دولار، يعني هي خسائره. برأيك انتهى الموضوع أم يعني غير موضوع فضائح فيسبوك وما إلى ذلك؟ الموضوع أيضا أنه نحن عنا كان في دخول كبير والأسهم التكنولوجية البعض يقول بأنه كانت أوفربوت. رأيك؟ حقيقة نعم، كانت أوفر بوت سواء كان قراءة ناسداك وقراءة الأسهم التكنولوجية إجمالا طبعا، لكن هذا التصحيح من وجهة نظر فنية هذا تصحيح جدا مناسب لمتابعة الاتجاه الصاعد. أي عودة للارتفاعات من المستويات الحالية قد تدعم قطاع التكنولوجيا وقد تدعم مؤشر ناسداك للعودة للارتفاع مرة أخرى بالاتجاه الصاعد، خصوصا أنه كان في عندنا سلسلة من الارتفاعات الكبيرة خلال الفترة الطويلة الماضية إذا نتحدث عن العام الماضي. شأنه شأن الأسواق الأمريكية ككل، يعني هذا التصحيح اللي نحن عم نشهده قد يكون مؤقت وعودة الارتفاع قد تكون أعلى بكثير من المستويات التي كانت عليها سابقا. يعني في عندنا ريكوردز هاي يعني مستقبلية أكبر بكثير خلال الفترة القادمة إذا ما توقف التعافي أو توقف التراجع التصحيحي عند هذه المستويات. تصحيح أكثر عمقا قد يؤدي إلى يعني هبوط حاد في الأسواق إجمالا، وإذا بدي أذكر أمثلة مثل الداو جونز ممكن أن يعود إلى ما دون مستويات 20,000. نعم، أنا سأشكرك رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب الأستاذ رائد خضر على هذه المشاركة.